خبش آخر وهذا يمكنه التحرك. شيء أفضل لتفعلوه؟
يجب أن أتخلص من شيء ما. جيد أنك فرغت المكان. سأجد قاعدة الإطلاق المدارية التي ذكروها. راجعت بياناتي وحددت مكان القاعدة، وهو خبر جيد. والسيئة؟ إنها تحت القلعة مباشرة، القصر في سانفول، عاصمة كارج الظل. هذا ليس منطقيا. إن القصر يعج بعملاء الكسوف، بعضهم من السلطة وكلهم يرتدي مصاليط. سيراك حادث عندما يرونك، سيحرر أمر قتل آخر، وهذه المرة كل رجال كرج الظل سيتعاقبونك. إذن فلتعطل مصاليطه، فعلت ذلك قبله. الأمر معقد، توجد مصاليط كثيرة كلها متصلة ببعضها وبحادث في شبكة كاملة. شبكة؟ ما هذا؟ تخيلي شبكة عنكبوت كبيرة ممتدة حول الأرض تصل المصاليط ببعضها وتسمح لها بالتواصل من مسافات بعيدة بسرعة. حسناً، إذن أهناك طريقة لقطع تلك الشبكة؟ تعطيل الشبكة تهور. أجل، ثمة طريقة، نقطة ضعف في الشبكة. أرشدني. سأرسل الموقع إلى مصلاتك. اذهبي، وعندما تقتربين سأعطيك توجيهات أدق. ماذا كان البذور؟ أي نوع من الأسلحة صنعت إليزابيث؟ لقد أوقفت الروبوتات، لكن ليس قبل انتهاء عالمها،
حضارتها، فلنأمل ألا يتكرر هذا. والآن ترى كيف سأنزل من هنا. ستكون ركوبة ممتعة. قلت إنني لا أفتقد عدم التوقف عندما تزداد وتيرة الأمر. عمل جاد. لا تتجاهل البضائع. في محفل الصيادين سمعت أن أفاد مشغول بتنظيم لوقف التمرد. أولئك الحزرم الملاعين. ليعلم الجميع. تسعدني عودتك. أنا في حيرة بسبب إرسا. معرفة أنها حية ثم فقدان هذا الأمل مجددا أمر صعب. ما كانت لترغب تضيع الوقت، كانت لتطلب إيجاد دافع. قالت إنه هذا بشأن دخان يظلم الشمس. أخبريهم ما وجدت في أوراقه. خطاب ذكر فيه شحنة وقود مرسلة إلى مخزن هنا، لكن لم يكن موجها لدارفال. كتب عليه إيلوند فورجمان. أيعني هذا الاسم شيئا لك؟ يبدو مألوفا. أجل، صاحب عقارات. الأوزيران يبتاعون مبان في المدينة، وقد ابتاعوا مبنى مسجلا باسمه. سأفكر. إنه عند طرف الهضبة قرب المعبد. كان متجرا يمكن استخدامه كمخزن. إن استخدم دارفال اسما مستعارا لشرائه فربما هو هناك. سأجمع رجالي. أراك هناك. إيرن تمهل. تذكر أنه لا أحد يكره ديرفال أكثر من قبيلتك. قد تضحي العشائر للحصول عليه. أقبض عليه حتى تقوم ببيعه. لا يمكن أن تكون جادا. إن أمننا يعتمد على حفظ السلام. إن سنحت الفرصة فأسره حيا.
اعتبر هذا أمرا. إيلوي، لحظة، رجاء. حين تحدثنا لم يرغب إيريندي في الإفصاح عن تفاصيل موت إرسا، هذا مفهوم بالطبع، لكن بما أنني تركت إلى خيالي فتلك التفاصيل هي كل ما يشغلني. كنت هناك، هل عانت؟ لم تكن قلقة بشأن ألمها، كانت قلقة على أخيها، وكانت قلقة بشأنك. شكرا يا إيلوي، كنت بحاجة لمعرفتي أنها فكرت بي كما فكرت بها. جيدي ديرفال وأتي به أمامي، سيدفع ثمن جرائمه. داعي للبحث عن الحديث إلى الغرباء يا امرأة. أفضل البضائع فقط هنا، شاهدي بنفسك. ها لقد عدت، أتيتني بشيء لطيف. فلنتساوم على هذه الجائزة الجميلة. حتى نلتقي. لحظة أيتها الغريبة، على عدم التوقف عندما كنت أخشى أن يقتلنا الأزوران. إنه المكان ترفال، أنت هنا، لدي مفاجأة. وقود، لابد أنه يتسرب من شيء بالأعلى. إن انفجرت هذه القنبلة فسينفجر الوقود. إن انفجرت القنبلة بالأسفل سيتحقق ما وعد به دركال. دخان الشمس وتندلع النار في المدينة، لابد من طريقة لإيقافها. إن حاولت تفكيكها فسينفجر فخ. تخلصنا منه بشكل ما فسيكون مدى الانفجار أقل. إن تخلصنا منه بشكل ما فسيكون مدى الانفجار أقل. إن تخلصنا منه بشكل ما فسيكون مدى الانفجار أقل. إذن أسينفجر هذا الشيء؟ هذه المسامير من الخشب، ليست قوية. ساعدني في دفعها.
المدينة، لكن حين يسقط الوقود اجري، لأن الفخ الموصل بالقنبلة سيفجرها. هل سننجو؟ غالبا لا. ادفع. ديرفال شيئا حين زرعوا القنبلة. اطمئني، إذا دخل القصر انتهى أمره.